المشكلة إنه الحياة الطبيعية ما موجودة، ومن ناحية الطبية ما لا في أدوية متوفرة ولا في يعني حدا تلجأ له إذا صار معك شيء مشافي مثلا هيك. طبعا والأدوية أهم شيء، الأدوية يعني في عالم قبل ما يصير معها هيك عم تاخذ دواء، وهلا بهالفترة هاي ما عم تقدر يعني تحصل على الدواء يعني، ومنهم أنا. نسبة الأمراض السكر والمرضى اللي عم يشكوا من ارتفاع ضغط هي زادت كتير، زائد الحالات النفسية كمان نسبة زادت كتير كتير، وخاصة عند الأطفال وعند الكبار بالعمر، ناس عايشين بظروف معيشية صعبة فينعكست على معنوياتهم وبالتالي على أمراضهم الجسدية حتى. For us, essentially, the emergency room deals with diabetics, hypertensive, people with heart disease. On top of that, we deal with casualties that are coming in, shrapnel wounds, general surgical issues, and then always being prepared for the emergency cesarean section, and then always prepared for the mass casualty. قاعد انا والمراه، هي اجت الطياره وضربت الطياره، شقت الشباك ودخلت ضربتني انا، وهي وقع الشباك علي كمان جرح كلي وشها. بعد ما راحت الطياره طلعنا لبرا، شافونا الجماعه السوار، حطونا بالسياره اخذونا على المستشفى. المستشفى استقبلتنا باكبر استقبال. The operating theater is a inflated tent. Essentially, we have equipment, not everything that we need, but we make it work. And you walk in and say, I'm going to do the best I can do with what I have and save as many lives as I can. كتير في مجال لانك تساعدي الناس فيه يعني. هي المرة اللي كانت جاي لتولد ما كانت بتعرف انه هي حامل الطن. فلما ولدت اول طفل انا اخذته مشان نعمل له بقيه الفحوصات، بس لسه بطن المره كبير. وقت تفاجئنا نحن والدكتوره اني ليش بطنها كبير، والمفاجاه كانت اني لسه في عندها ولد، وكانت ولادته مختلفه عن ولاده اخوي، يعني هذاك نزل راس اول، هذا نزلت خلفيته. فكان كثير شيء كان كانوا الولدين كانوا بصحه جيده الحمد لله رب العالمين، والام كانت كويسه بعد الولاده. غير ولادة التوأم مثل حالة مثلا المرأة اللي بصير معها إكلامسيا أو بيريكلامسيا، حالات النزيف بعد الولادة مثلا، هاي حالات يعني بتأدي للموت إذا ما لو مو موجود المشفى، يعني كانوا هدول الناس بيموتوا لو مو موجودة الأم تبعهم. We were suffering to transfer the patients before MSF, I mean, and we was just lost. We had to carry the patient for 2-3 kilometers carrying, then put them on the border for hours and hours until the ambulance comes. يعني متعودين هون نحن، احنا ختيارين من وقت الخلقت وانا عايش فيه، بيجي على كيفه. فاليوم انا لو عندي غلط راسا سوينا قهوه وشربنا وسوينا وعملنا وسلح العالم ويرجع كل واحد على بيته وتطلق الامور وترجع الحاله مثل ما كان. هاي اللي بنريد نحن. قاعدين عم بفطر. قاعد انا والمراه. هي اجت الطياره.